بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله معنا طريقة مختلفة خالص، يمكن اول مرة نعرضها على القناة، ازاي ان احنا نعمل اكسار او استنساخ لاي شجرة عندنا بطريقة عبقرية جدا وطريقة جديدة خالص، وبالاضافة كمان ازاي ان احنا نحول غصن واحد او فرع واحد من شجرة لشجرتين مختلفين خالص. والغريبة ان الافرع اللي احنا بنعمل عليها التجارب بتنمو بشكل سريع جدا، وكمان بتكون فرصتها كبيرة جدا في الاسمار على عكس الافرع العادية. المهم تعال نشوف احنا هنعمل ايه بالتفصيل وبشكل سريع. وزي ما انت شايفين الموضوع باختصار ان احنا هنعمل الترقيد هواء بس بشكل مختلف بطريقة مختلفة. هنختار اي غصن عندنا على اي شجرة احنا عايزين نعمل عليها اكسار، طبعا اي شجرة هتنفع ان شاء الله. وعشان ناخد نتيجة كويسة طبعا يفضل ان احنا الاغصان اللي هنعمل عليها اكسار بشكل عام بغض النظر عن الطريقة اللي احنا نستخدمها النهاردة ما يكونش غصن حديث، يعني يكون غصن يعني عمره 6 شهور واكتر. وميزة الترقيد الهواء ان احنا ممكن نعمله في اي توقيت في خلال عام، بس طبعا نتجنب الاوقات اللي بيكون فيها حر شديد، عشان لما ننقل النبات او ننقل الفرع ممكن ياخد صدمة في خلال يعني درجات الحرارة مرتفعة. المهم زي ما انت شايفين طبعا انا اخترت هنا عملة عشان اعمل فرق ما بين الغصن، يعني اقسم الغصن لجزئين، لان من المفروض ان كل فرع او كل جزء من الغصن اللي احنا عملنا له فصل عن التاني هيطلع جذور لوحده، ومفروض كمان انه يبقى يعني شجرة فيها جذور مختصة بنفسه. وبعدين الموضوع بسيط، هنبتدي ان احنا زي ما شفتوا كده ناخد كوب نعمل فيه فتحة من تحت ونعمل فيه فتحة تصريف، عشان طبعا لو في مية زيادة تنزل بشكل عادي خالص، او حتى لو انت عندك شجرة ممكن تاخد وقت طويل عندك، ممكن تاخد 50 يوم او 60 يوم، في خلال الفترة دي نرويها عادي خالص من فوق بشكل بسيط، لان موضوع الري مهم جدا، لان الغصن لو احنا لفيناه بكيس او عملنا له باي شكل تاني بدون ري ممكن بعد فترة اول ما يجف التربة داخل الغصن هيبتدي الغصن يموت على طول. طبعا موضوع الري هنا ملوش معاد، اهم حاجة انني احافظ على التربة تبقى رطبة بشكل مستمر، والري بشكل عام بيكون خفيف لان مفيش جذور اساسا داخل الغصن في البداية خالص، فاحنا نحاول ان احنا يعني نروي الترطيب بس للتربة مش اكتر من كده. وانا في البداية زي ما انت شايفين طبعا رحت جبت غصن وشجيته بالنص بهذه الطريقة، طبعا باين على الغصن ان هو ليه اكتر من 25 يوم، وقلت عشان اتأكد لو حصلت مشكلة في الغصن اللي احنا عملنا فيه الترقيد الهوائي نبقى عارفين المشكلة منين، ولكن الغصن مفيش اي مشاكل فيه زي ما انت شايفين، بالعكس ده هو اسمر يمكن بدري شوية عن بقية الاغصان، وبالعكس ان هو عايش مفيش اي مشاكل فيه. وزي ما انت شايفين الغصن باين عليه طبعا ان الفرق اللي احنا عملناه او الشق اللي احنا عملناه ان هو قديم مش حديث. طيب تعالوا نشوف النتائج بعد 25 يوم. اول علامه ظهرت معانا طبعا بدات تظهر نموات فوق الكوبايه اللي احنا عاملين عليها الترقيد الهوائي، وده طبعا نتيجه للتحفيز اللي حصل للغصن، الغصن بدا يحس ان في خطر على حياته فبدا يطلع نموات بشكل كويس، بالاضافه ان هو طبعا طلع جذور داخل الكوبايه من كل الاتجاهات، والغصن زي ما انتم شايفين ما فيهوش اي مشاكل خالص، الغصن عايش وتمام ما فيهوش اي اضرار نهائي. تعالوا نشوف ازاي ان احنا هنقسم الغصن ده لشجرتين مختلفين. وزي ما انتم شايفين طبعا كده الشكل واضح من الداخل، طبعا العمله اللي احنا استخدمناها ملهاش علاقه باي حاجه خالص، العمله كانت ما هي الا اداء فقط لا غير. وهنا نبتدي ان احنا ننفذ الفكره بتاعتنا اللي هي يعني كانت اهم حاجه احنا عايزين نوصل لها، ان احنا دلوقتي هنقسم الغصن ده لجزئين. طبعا بشكل عام في الترقيد الهوائي لازم عشان ينجح معانا لازم ان احنا نعمل تقليم بشكل يعني جائر للغصن اللي احنا نشتغل عليه عشان الجذور تقدر تغذي الجزء المتبقي. فاحنا اول حاجه عملناها ان احنا شلنا جزء من الغصن عشان نخف برده الحمل شويه على الجذور، وبعدين نبتدي ان احنا نقسم الغصن ده بالنص ونزرع كل جزء فيهم لوحده. في نقطه هنا مهمه نخلي بالنا منها كويس، طبعا الغصن لما قسمناه بالنص كل جزء في النص اللي احنا خدناه فيه عباره عن عيون او براعم لسه فيها نموات جديده. طبعا انت لو عملت كده في اي غصن عندك لازم يكون في نموات، حتى لو ما فيهوش براعم لسه ظهرت لازم يكون في مكان للعيون او مكان للبراعم، عشان لما نغرزه في التربه تبتدي البراعم دي تطلع معانا وتطلع شجره وتنمو بشكل كويس. ودي كانت تجربه النهارده باختصار شديد، ازاي ان احنا نحول غصن واحد لشجرتين مختلفين. طبعا الجزء اللي مقصوص او الجزء اللي هو معرض للهواء ده هيجف عادي خالص بمسافه يوم واحد على النجيل، ان هو جف ما فيهوش اي مشاكل نهائي، ويبتدي ان هو مع الايام يبتدي ان هو يلم، وبالعكس هينمو بشكل سريع جدا وكمان هيثمر بشكل سريع. بعد الزراعه طبعا ما نحطوش في مكان مشمس خالص، نحطه في مكان ظل لحد ما يبتدي ان هو يتاقلم مع الجو، وبعدين نعرضها للجو العادي خالص، الشجره مثمره ما فيهاش اي مشاكل نهائي. اتمنى تكونوا استفدتوا الموضوع النهارده، ولو عندك اي اقتراح يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.